دكتورة ميرفت، هذا الهجوم الجديد في عالم الإعلام مش سهل إن احنا يعني نقف ضده، لكن ممكن نعمل إيه عشان نقلل من أثاره الضارة؟ الوعي، ما يسمى بالثقافة الإعلامية. أيوة. أصبحت حتمية. الثقافة الإعلامية مختلفة عن الإعلام، بأنه الإعلام بيدرس لمتخصص الإعلام، الثقافة الإعلامية لكل من هو غير متخصص في الإعلام. لأنه أنا في زمني ما كانش فيه خالص التعامل مع الإعلام بالشكل دلوقتي، لا كنا بنتعامل معاه سياسيا ولا اقتصاديا ولا تجاريا، ولا يعني بنتعامل مع الإعلام يدوب بنعرف للترفيه أو للخبر. وكان حتى المجال الإعلامي حضرتك كان بيبقى من 6 ل 9 ومن 6 ل 12 في الويكندز بقى عشان بنسهر يعني. إنما أنا بتكلم على دلوقتي الإعلام بقى من أهم لا يتوقف على مدار اليوم. بالظبط كده، وهو مصدر أنا بتعامل معاه في كل مجالات حياتي، من أول ما بصحى لحد ما بنام، مهنيا وترفيهيا وثقافيا واجتماعيا. فأصبح في حتمية لكل المهن، مش بس بقى المهن الإعلامية، بالعكس المهن الإعلامية مش في احتياج لأنك بتدرسيها. إنما لو أنا دكتورة، لو أنا مهندسة، لو أنا أي مجال تاني، أنا محتاجة أعرف أتأكد من الخبر، وإزاي أتأكد من أنه الخبر ده مصدره موثوق منه. ويعني إيه كلمة منقول ما هياش مصدر، ويعني إيه أشير خبر، وتبعيات ده قانونيا، يعني قانونا وايز، أن أنا ممكن جدا يعني أبقى مساءلة قانونيا لو صورت مثلا انفجار حصل بعد الشر وشيرته. مين اداني الحق ده؟ ده اختراق خصوصية. إزاي لو أنا إعلامية هتجازى؟ دلوقتي بقى فيه بالسايبر بقى له، بالقوانين اللي ضد الإرهاب بقى الكل مسؤول. يعني في الزمن في أول الألفية كان في فرق ما بين صحفي بيكتب خبر مغلوط في الإعلام الإلكتروني، ومثلا حد بيعمل مدونات أو بيكتب بلوج وبيكتب معلومة مغلوطة. البلوجر ده ما كانش بيتحاسب زي الصحفي. أيوة. لأن الصحفي يعلم. دلوقتي الكل بيتحاسب بنفس الطريقة، لأنه أي خبر بيشوه الحقيقة، أي خبر فيه فتن، أي خبر فيه أي نوع من اختراق الخصوصيات، كل ده أصبحت أنا مسؤولة أن أنا أبقى عارفاه، حتى لو أنا مش إعلامية. فالثقافة الإعلامية من أهم الحقيقة، وأنا ماشية بقى بدي ثقافة إعلامية في كل حاجة، بس هي غير متاحة لجموع الناس. نحط الثقافة الإعلامية بشكل مبسط جدا من أول مدارس، من أولى ابتدائي، عشان هو ده السن خلاص اللي بقوا يتعاملوا فيه مع الإعلام بشكل بسيط، ويكبر لغاية ما يخش مدرسة. وفي الجامعة الحقيقة أنا برضو عملت يعني I designed course اسمه ثقافة إعلامية، بدرسه لكل من هو غير متخصص في الإعلام. والحقيقة مستقبل يعني مستقبل يعني بيستقبلوه بشكل جيد جدا، يعني كأنهم اكتشفوا اكتشافات، مع أن أنا ما بقولش حاجة جديدة خالص. أنا بس بقول لهم إزاي يتأكدوا من الخبر، إيه المنصات اللي ممكن يلجأوا لها عشان يحطوا الفيديو ده، عشان يشوفوا الفيديو ده ملعوب فيه ولا لأ. إيه يعني في كمية رهيبة من مثلا سباي وير اللي اسمه باجاسس، بيوريكي يعني إيه أنت مخترقة. كلنا ممكن نبقى مخترقين بتليفوناتنا. ايه الفرق يعني ايه الميتافيرس اللي هو حاليا بقى جزء من فيسبوك. كل ده مجرد انهم بيعرفوه، هو ده اللي مطلوب، الوعي. الحقيقه الاكاديميه مشكوره، الاكاديميه الوطنيه للتدريب، لكوادر بقى من فئات من كل الفئات المجتمع، يعني من متخصصين ومتخصصين كبار، من قضاة لإداريين. الحقيقة بندي ثقافة إعلامية لكل من هو غير متخصص في الإعلام، ويعني سو فار حقيقي الكوادر اللي احنا بنعمل فيها دي ما بدأناش في صغار السن، وده لازم يحصل وبسرعة جدا، لأنه حقيقي في احتياج لاجتياح الشديد للمنظومة الإعلامية. فده مهم جدا جدا الحقيقة. الثقافة الإعلامية في نظري هي الأداة اللي أقدر بيها أواجه الفوضى الإعلامية.